السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم سادتنا المشاهدين، مشاهدي قناة الأيام الفضائية أينما كنتم، وإلى هذه الحلقة والتغطية الخاصة من اليمن. سادتنا المشاهدين، في هذه الحلقة واللقاء الخاص سنناقش برفقتكم تطورات ومآلات حلف واشنطن ضد اليمن في البحر الأحمر لحماية إسرائيل. سنناقش محاور هذا اللقاء برفقتكم مع الشخصية السياسية اليمنية الأكثر جدلا وتداولا عبر وسائل الإعلام العربية والعالمية، وعضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله، وعضو بمجلس الشورى اليمني، وهو أيضا محافظا لمحافظة ذمار، الأستاذ محمد البخيتي. أستاذ محمد، في بدء الحديث أهلا ومرحبا بك معنا عبر شاشة قناة الأيام، وشكرا لقبولك دعوة استضافتنا. أهلا وسهلا بكم، وحيا الله جميع الأخوة المشاهدين. لكم التحية أيضا. أستاذ، اسمح لي برفقتك قبل أن نبدأ محاور هذا اللقاء أن أذهب معك والسادة المشاهدين إلى هذا التقرير الذي يسلط الضوء على موضوع هذا اللقاء، نعود بعده لبدء محاور لقائنا مع الشخصية السياسية الأبرز الأستاذ محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله، فكونوا بالقرب. كانت وما زالت صنعاء تؤكد يوما بعد آخر ومنذ أكثر من شهرين من عدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام كل ما يحدث، فالشعب الذي يخرج بالآلاف يوميا إلى الشوارع والميادين العامة لن ولم يخشى يوما من أي تبعات ستترتب على مشاركته في الحرب المباشرة على إسرائيل، وذلك مهما بلغت التهديدات الإسرائيلية والتلويحات الأمريكية الدائمة بالخيارات العسكرية. أعتقد بأن صنعاء قوية وكذلك خياراتها تصاعدية، وربما في المرحلة المقبلة أو القادمة ستكون هناك خيارات قد تكون أقوى وأكثر فعالية من منع السفن الإسرائيلية أو التي تدخل الموانئ الإسرائيلية. صنعاء لديها خياراتها، وأعتقد بأن هذه الخيارات صائبة ما دامت في صف المقاومة. تلويحات الكيان الإسرائيلي بشأن اليمن وصلت مؤخرا إلى طلبات مباشرة من نتنياهو لأمريكا وحلفائه في أوروبا إلى ضرورة التصدي للحوثيين وحماية سفنهم في البحر، ما دفع أمريكا وحلفائها لدراسة ما أسموه تشكيل قوة بحرية لحماية الملاحة في باب المندب، تطورات ردت عليها صنعاء بإطلاق صاروخين على سفينة متجهة للكيان مساء الأمس غير آبهة لأي تداعيات. حكومة صنعاء قوية بما يكفي لتقول كلمتها وتقول لا أمام أعتى الجيوش العالمية وكذلك الأنظمة العالمية في مقدمة أمريكا. أمريكا تسعى من خلال هذا التحالف إلى جر دول المنطقة إلى تكتل ضد القوى المؤيدة للمقاومة في فلسطين وفي مقدمتها اليمن. ويرجح مراقبون عزم صنعاء استمرار عملياتها ضد ملاحة سفن الكيان الإسرائيلي في البحر الأحمر نتيجة لتعاظم قدراتها العسكرية الهائلة والمتطورة، والتي باتت باستطاعتها اليوم استهداف عمق الكيان الإسرائيلي أو أي أهداف جغرافية لحلفائها وشركائها المطبعين في الشرق الأوسط. مرحبا بكم مجددا سادتنا المشاهدين، عدنا لكم بعد هذا التقرير الذي يناقش موضوع هذه الحلقة وهذا اللقاء الذي سأناقشه برفقتكم وبرفقة ضيفي هنا في هذه الحلقة الأستاذ محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله. مرحبا بكم مجددا أستاذ محمد. أهلا وسهلا أستاذ محمد. في بدء الحديث، اليمن وعقب إعلانها إغلاق البحر الأحمر أمام الملاحة الإسرائيلية أيضا ومع من يتعامل معها، ما تبع ذلك أيضا من اقتياد للسفينة جالكسي ليدر وقصف واستهداف لبعض السفن بشكل مباشر، عملياتكم التي توالت حوالي نصف شهر تقريبا إلى يومنا هذا، ما الذي برأيك دفع أمريكا لتصعيد موقفها والإعلان عن تحالف لحماية إسرائيل في هذا التوقيت بالضبط دونا عن غيره من الأوقات السابقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عمليات اليمن في عمق الكيان الصهيوني وكذلك عمليات حزب الله هي شكلت ورقة ضغط على الكيان الصهيوني، ولكن اعتراض السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر كانت ورقة ضاغطة بشكل أكبر وأكثر إيلاما سواء للكيان الصهيوني أو للولايات المتحدة الأمريكية.
لذلك من الطبيعي أن تتحرك الولايات المتحدة الأمريكية بكل قوتها ضد مثل هذه الخطوة، لأنها خطوة مؤلمة. وطبعا هي قد حاولت أن تتحرك بكل قوتها في منذ البداية تقصد؟ منذ البداية، ولكن هناك عوائق كبيرة اعترضتها، وربما أهم هذه العوائق أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تظهر بأنها تتحرك من أجل استمرار جرائم الإبادة الجماعية في غزة، وأيضا وجدت مشكلة في إيجاد تحالف عالمي كما كانت تطمح، ولا زالت هذه المشكلة تواجهها حتى اليوم. نعم، أمريكا رفقت 20 دولة منها 8 دول رفضت الكشف عن أسمائها لما أسموه بالحساسيات السياسية حسب إعلان البنتاغون يوم الخميس. أطلق على الحلف الولايات المتحدة الأمريكية وواشنطن والبنتاغون اسم حارس الازدهار. ربما من البديهي أن يتبادل السؤال، من هي هذه 8 دول؟ هل تتوقعون أنتم في صنعاء عن ما هي جنسياتها، ولماذا أصرت على أن تكون لا تكون ظاهرة، وهل تعتقدون أن من ضمنها دولا عربية لم تفصح عن هوياتها؟ أولا، هذا التحالف هو يعد أغرب تحالف في التاريخ، سواء من ناحية التسمية، صحيح، أنها التسمية غريبة ليس لها علاقة بتاريخ الحروب، ومن ناحية الأهداف حيث أن أهدافه متناقضة ومتضاربة حتى الآن. أضف إلى ذلك أنه تم الإعلان عن وجود دول في هذا التحالف، ولكنها أعلنت لاحقا أنها غير معنية ولم تستشر في ضم اسمها إلى هذا التحالف، على رأسها إسبانيا. أيضا هناك دول معذرة على المقاطعة أستاذ محمد، إسبانيا أعلنت أنها ستكون مراقب ولن تشارك بشكل رسمي حتى يوافق الاتحاد الأوروبي، معنى ذلك أن أمريكا قد تجرأت بإعلان اسمها؟ نعم، وهذا دليل التحديات التي تواجه أمريكا في إنشاء مثل هذا التحالف. أيضا هناك دولة تراجعت عن قرار المشاركة فيه وهي فرنسا. وإذا هذا التحالف تحالف غريب من نوعه، وهذا شيء طبيعي لأن أمريكا واجهت الكثير من التحديات. أضف إلى ذلك خوفهم من رد فعل اليمن على أي حماقة يرتكبها هذا التحالف. وحتى الآن بعد الإعلان عن هذا التحالف نجد أنه لم يحصل أي متغيرة إلى هذه اللحظة، حتى هذه اللحظة. نعم. أضف إلى ذلك أن من الغريب أيضا، من الأمور الغريبة في هذا التحالف، أنها لأول مرة يتم الإعلان عن حلفاء سري. صحيح. يعني هذا لم تحصل في تاريخ التحالفات. وكأن الأمر معيب، وكأن الأمر معيب، وأيضا خوف من ردة فعل اليمن. نعم، هل لديكم توقع في صنعاء عن ماهية جنسيات هذه الدول؟ هل من ضمنها برأيك دول عربية؟ نعم، عندنا توقعات، ولكن نحن نفضل عدم الإفصاح عن توقعاتنا. إذا كان صاحب الشأن قد أخفى اسمه فكيف؟ نعم، نحن نفضل عدم إظهار توقعاتنا، ولكن نقول للسعودية والإمارات أن عدم مشاركتهم في هذا التحالف حسب ما هو ظاهر الآن هي خطوة إيجابية، ولكننا في المقابل سنراقب كل التحركات السعودية والإماراتية، وأي مشاركة إلى جانب أمريكا وإسرائيل سواء كانت حتى ولو كانت غير معلنة فسيتم الرد عليها كما سيتم الرد على الحلفاء الذين أعلنوا عن هويتهم. نعم، أستاذ محمد، هناك من المراقبين سواء في الشأن العربي أو المتابعين دولياً من يقول أن البحرين التي أعلن اسمها ضمن قائمة الدول المشاركة في التحالف الدولي فيما يسمى بحارس الازدهار، أنها ولن تكون ضمن التحالف إلا بقبول وموافقة خليجية، كونها أحد دول مجلس التعاون الخليجي، وأيضا تقتاد نوعا ما إلى التوجهات الإماراتية السعودية. تعليقكم حول ذلك؟ يعرف الجميع أن الشعب البحريني هو من أكثر الشعوب العربية تأييدا للمقاومة ولمحور المقاومة ومعاديا للكيان الصهيوني والهيمنة الأمريكية في المنطقة، وبالتالي شرعية هذه الحكومة هي شرعية غير حقيقية، حكومة البحرين. أضف إلى ذلك أنها فاقدة القرار، قرارها دائما بيد السعودية،
وبالتأكيد أن البحرين لم تكن لتقدم على مثل هذه الخطوة بدون توجيه من القيادة السعودية. ولكن نحن الآن موقفنا هو سيظل مراقبة التحرك السعودي والتحرك الإماراتي حتى يثبت العكس. أيضا حتى وإن أعلنت أو لم تعلن السعودية أنها إلى جانب هذا التحالف، لكن واقعا أن القيادة السعودية وكذلك الإماراتية متآمرة على قضية فلسطين. وعندما تقول الحكومة السعودية أنها مع الشعب الفلسطيني، فإن كل المؤشرات والوقائع تشير إلى عكس ذلك. مثلا السعودية لا تزالت حتى الآن تعتقل أعضاء في حركة حماس في السعودية أو متعاطفين مع المقاومة في فلسطين من الفلسطينيين، تعاملهم كإرهابيين. نعم، ولم تطلق سراحهم حتى الآن. أيضا هي تضع حركة حماس في قائمة الإرهاب. أيضا أي ناشط سعودي يبدي تعاطفه مع المقاومة الفلسطينية أو حتى يدعي لهم مثلا في مكة أو المدينة يتم اعتقاله فورا. لكن هناك مثلا ناشطين إعلاميين سعوديين يعلنون صراحة وقوفهم إلى جانب الكيان الصهيوني، وأيضا تبرير البعض حتى يبرر لإسرائيل أعمالها الإجرامية بحق الفلسطينيين، وأيضا يتحدي اللي يوجهون الاتهام ليس فقط للمقاومة الفلسطينية وإنما للشعب الفلسطيني، وأحيانا بكلام لا أخلاقي وكلام بذيء، ومع ذلك لا يتم التعرض لهم بل تشجيعهم على اتخاذ مثل هذه المواقف. بالتالي نحن لا نصدق عندما تقول الحكومة السعودية أنها مع القضية الفلسطينية ومع الفلسطينيين. نحن في الحقيقة لا نصدقهم، ولكن في المقابل نحذرهم بأي مشاركة فعلية على الأرض ضد اليمن. نعم سيدي العزيز، عقب الإعلان عن الحلف الدولي الأمريكي المسمى حارس الازدهار، نتقصد ذكر الاسم للمشاهدين لكونه من ضمن أساليب وأدوات أمريكا في الحرب الناعمة، تجميل وتحسين صورة أو مسميات ما تقوم به من إجرام. أيام أمريكا استخدمت قبل أيام من الآن، أمريكا استخدمت حق النقض الفيتو بشأن مشروع وقف إطلاق النار مجددا في غزة للمرة الثانية تقريبا على التوالي. تناولت بعده وسائل إعلام غربية وأوروبية أنباء عن انسحاب بعض الدول كما أسلفتم الذكر، منها إسبانيا وفرنسا التي كانت قد أعلنت مشاركتها في الحلف الدولي. كيف تقرؤون كل هذه التطورات؟ بالنسبة للاسم فنحن نعتبر أن هذا الاسم هو إدانة لمثل هذا التحالف، لأنه يشير بوضوح بأن هذا التحالف لا يتحرك إلا لحماية الأغنياء، وهذا ما يؤكد أيضا ما يؤكده الواقع بأن ما يسمى بالنظام الدولي صيغ بطريقة لخدمة الدول القوية والدول النافذة والدول الغنية على حساب بقية الدول والشعوب. صحيح. حيث أن النظام الدولي قد حرم الشعب الفلسطيني في حق العيش من أرضه، واليوم ترتكب هناك جرائم إبادة جماعية، ولا يتحرك العالم بقيادة الأمم المتحدة وكذلك مجلس الأمن. وأيضا القوانين الدولية هي ليست كافية لنصرة المظلومين، لأنه لا يوجد من ضمن قوانينها محاسبة الطرف المعتدي المستكبرين في الأرض، وأيضا حماية المستضعفين لا يوجد، وأيضا مصطلح العدل هذا الشيء غير موجود في النظام الدولي. ولكن هناك أيضا جوانب إيجابية في هذا في القانون الدولي، ولكن حتى هذه الجوانب الإيجابية لا يتم تنفيذها، وإنما يتم تنفيذها بطريقة معكوسة حيث تكون لصالح الدول القوية والمهيمنة على حساب الدول الضعيفة والمستضعفة. بالنسبة لفرنسا، هي دائما ما تدور غالبا مع المحور الأمريكي، ولكن في لحظات تاريخية معينة كان لها موقف ربما
مغاير، ولكن في الفترة الأخيرة أصبحت سياستها ملحقة بالسياسة برغم الضغط الشعبي على حكومة الفرنسية. نعم، ولكننا نؤكد أن التحذيرات اليمنية كان لها الدور الأبرز في الضغط على فرنسا للانسحاب من هذا التحالف، ونحن نقول أن هذه خطوة إيجابية، ولكن من أجل أن نعرف أن هذا الموقف هو نتيجة صحوة ضمير، على فرنسا أن تتخذ مواقف أكثر أخلاقية فيما يتعلق بالمجازر التي ترتكب في فلسطين. نعم واضح. سيدي العزيز، ضمن الجهود الأمريكية لحشد تأييد دولي واسع لحلفها وتسويق أنه حماية للملاحة الدولية، وواشنطن تحاول حسب بعض التقارير في قنوات صينية استمالة الصين لهذا التحالف، هكذا تتحدث أيضا وسائل إعلام غربية، ربما يأتي ذلك إن صح الأمر لوجود قاعدة عسكرية كما تعلمون في جيبوتي قبالة باب المندب. هل تؤكدون فعلا مثل وجود هذه المعلومة إن تبادر لكم مثل هذه المعلومة، أو برأيك هل الصين ستتجرأ وتنجر وراء هذه التأثيرات برغم وعيها الكبير بأهمية مصالحها التي إلى الآن لم تهدد من قبلكم في البحر الأحمر؟ يوجد لدى أمريكا مشاكل في مختلف مناطق العالم، سواء في أمريكا الجنوبية أو في الشرق الأوسط أو في دول آسيا وفي كل العالم، وأيضا كذلك في أوروبا. نعم. حيث أن الدور الأمريكي دائما دور سلبي ويثير الكثير من القلاقل والصراعات والحروب. فمثلا توجه أمريكا نحو توسيع حلف الناتو أدى إلى الحرب في أوكرانيا، رغم أنهم قد وعدوا روسيا عدم توسيع التحالف إنش واحد. أيضا سياسات أمريكا في أمريكا الجنوبية كان لها الكثير من الضحايا، وهناك كراهية للسياسة الأمريكية في أمريكا الجنوبية، وشعار تسقط أمريكا والموت لأمريكا هو أساسه جنوب أمريكي، دول أمريكا الجنوبية. أيضا تعمل أمريكا إلى زعزعة الاستقرار في آسيا، في شرق آسيا، سواء فيما يتعلق بمشكلة تايوان أو فيما يتعلق بإحداث خلافات داخلية ما بين الصين وما بين جيرانها الآسيويين مثل كوريا الجنوبية وكذلك اليابان. لذلك شيء طبيعي أن تكون أكثر دول العالم لها مشاكل مع أمريكا ومعادية لأمريكا، ولكن المشكلة أنها لا تجرؤ على المواجهة، وبالتالي جرأة اليمن في اتخاذ مثل هذه الخطوات مع رغم الفارق الكبير في القوة ما بين اليمن وأمريكا هو كشف ضعف أمريكا، وبالتالي نحن لا نتوقع أن تشارك دولة مثل الصين التي لديها مشاكل قد تصل إلى حرب، قد تتطور إلى حرب مع أمريكا، أن تقدم على هذه الخطوة. ولكن تتميز السياسة الأمريكية بالوقاحة، فقبل أيام نعم كانوا يعني على وشك، يعني أو قبل شهور كانوا على وشك الصدام العسكري مع الصين، والآن يطلبون من الصين أن تساعدهم في مثل في مواجهة اليمن. لذلك بالفعل هم طلبوا من الصين وحاولوا منها لكنها رفضت بشكل قوي، أيضا حاولوا مع روسيا لكنها أيضا رفضت. أضف إلى ذلك أنه حتى دول مثل أريتريا لها موقف جيد رغم علاقاتها الوطيدة حتى مع أمريكا وربما أيضا مع الكيان الصهيوني. لذلك نحن نتفهم موقف الدول التي المطلة على البحر الأحمر بأنها لم تتورط في الصراع المباشر مع اليمن. أيضا اللبيب أستاذ محمد يستطيع أن يحكم بديهيا أن الصين حتى ربما في هذا الوقت وفي هذا التوقيت لن تقدم على الشراكة مع هذا الحلف، كونكم إلى هذه اللحظة لم تهددوا أي سفينة صينية، وأعلنت بعض وسائل الإعلام التجارية الصينية بأن سفنها إلى اليوم تمر عبر باب المندب دون أي تهديدات قابلتها من ما أسمته حدود ومنافذ اليمن البحرية.
هذا صحيح، وايضا نود ان نلفت نظر الجميع الى نقطه مهمه، وانه عمليات اليمن قد يمكن ان تكون لها اثار سلبيه حتى على اصدقاء اليمن وحتى على حلفائه، وهذا شيء طبيعي وعليهم ان يتفهموا هذا الامر. فمثلا قد يكون هناك بعض الاثار السلبيه مثلا على مصر نتيجه لعزوف بعض الشركات عن استخدام البحر طريق الرجاء الصالح، وايضا ربما قد يكون هناك اثار سلبيه على الصين او غيرها من الدول التي نعتبر انها دول صديقه، او ربما قد ربما تكون ايضا لا توجد عداوه بينكم، لكن مثل هذه الاثار يعني لا بأس ضروره حرب ولا بأس من التضحيه بها، لان الهدف او غايه عملياتنا العسكريه هو وقف جرائم اباده جماعيه في غزه، سواء باستخدام السلاح او باستخدام سلاح التجويف، على مرمى ومسمع من العالم ووسائل اعلامه بشكل يومي. نعم، ونحن عندما اقدمنا على هذه الخطوه نحن نتوقع ان تتطور الى حرب، وبالتالي سيكون لها اثار سلبيه. نعم، على اليمن، ولكن نحن مستعدين لذلك. سنأتي ما يقدروا يضحوا بهذه الاشياء. نعم، سنأتي على هذا الامر سيدي. نعم. العزيز، بالامس طلبت امريكا ايضا من ايران منعكم من ما تقومون به في البحر الاحمر، هل تعتبرون هذا الاجراء سعي امريكي للبحث عن وساطات، ام كما يقول بعض الادوات ما تسمونهم بالمرتزقه في الداخل اخذ اذن وصيكم او الوصايه التي لايران على اليمن، برايك مثل هذه الوساطه او الوصايه كما يسميها او يزعم بها الطرف الاخر، ما هو موقفكم من هذا الطلب الامريكي لايران دونا عن غيرها، وما الذي تريد قوله امريكا من فعلها لذلك؟ هذا الطلب هو هروب أمريكي من الواقع المرير الذي يواجهه أمام صمود وإصرار اليمن وقيادته على الاستمرار في مثل هذه العمليات ودليل إفلاس. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، الأمريكيين يدركون أن هذا الطلب لن يكون له أي جدوى، فقط جدوى إعلامية من أجل تشويش الرأي العام، لأنهم يدركون أن قرارنا بيدنا، وحتى أن الأمريكيين عندما قاموا بإرسال تحذيراتهم وتهديداتهم إلى القيادة عبر الوسيط العماني، هم ذكروا لنا بأنهم قد قاموا بإيصال هذه التهديدات إلى كل الدول، لأن أي دولة تتدخل لصالح الفلسطينيين فإن أمريكا ستقوم بقصفها بشكل مباشر، وأن كل الدول قد ويعني رضخت مثل هذه التهديدات. فكان جواب القيادة بأن على الأمريكيين أن يبعدوا اسم اليمن من قائمة الإملاءات الأمريكية، وقام في نفس الوقت السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بتوجيه القوة الصاروخية والجوية بتوجيه أول ضربة الإيلات إلى عمق الكيان الصهيوني. نعم، وبالتالي وصلهم الرد بالصواريخ والطائرات قبل أن يصلهم الرد عبر الوسيط العماني، لذلك هم يأسوا من تهديدنا وتحذيرنا، لذلك يلجأون لمثل هذه الحيل. أضف إلى ذلك أنهم يريدون التشويش، لأن الآن المفترض ينبغي أن نحاسب المقصرين في نصرة إخواننا في فلسطين. حيث. لكن هذا التوجه الأمريكي هو يسعى لتوجيه أصابع الاتهام والحساب إلى من يتفاعلون مع القضية الفلسطينية، حرف وصلة بدعوة الاهتمام. نعم، بدعوى أن هذه بتوجيهات إيرانية. أيضا ينبغي علينا كعرب أن نفهم أن مثل هذه الادعاءات الأمريكية الكاذبة هي انتقاص من العرب، وكأن العربي عليه أن يخضع ويسكت على قتل أخيه العربي ولا يتحرك، وإذا ما قام وإذا ما تحرك فهو بإملاءات شجاعته من دول أخرى. نعم، وعزته وكرامته، في هذا الحالة يعتبرون أنه تحرك لمصلحة إيران أو بتوجيهات إيرانية، هذا فيه انتقاص. لذلك علينا كعرب أن لا ننصت لمثل هذه الادعاءات. أضف إلى ذلك أنه هذه الادعاءات الآن بثنا نسمعها من الأمريكي والإسرائيلي نفسه، لأنه في السابق كنا نتساءل من أين مصدر مثل هذه الادعاءات التي كان يرددها الوهابية وبعض الحكومات العربية كالحكومة السعودية والإماراتية. اتضح لنا الآن، نحن كنا نعرف، لكن اليوم اتضح للجميع بأن مصدرها أمريكا والكيان الصهيوني.
نعم، في حال فشلت كل الجهود الأمريكية للضغط عليكم بإيقاف حصار إسرائيل في البحر الأحمر كما تزعم أنها لن تفشل، وحصل التحالف الدولي وشن حربه على صنعاء سواء في البحر أو استهداف مناطق وأراضي يمنية، هل أنتم مستعدون لمواجهة مثل هكذا سيناريو؟ بالتأكيد، ولا زال لدى القوات المسلحة اليمنية خيارات موجعة ضد أمريكا وضد من سيتجرأ على قصف اليمن أو مواجهة اليمن، وهناك خيارات ليست في حسبانهم، كما أن هذه العمليات لم تكن في حسبانهم، فلا زال لدينا خيارات ليست في حسبانهم، ونريد هنا أن نذكر الأمريكي وكل حلفاء بتاريخ صراعهم معنا، أنهم دائما عندما يوجهون لنا أي ضربة سواء كيمنيين أو كأنصار الله فإننا نخرج من هذه الضربة أقوى. صحيح. دفعوا الحكومة اليمنية في السابق وكذلك السعودية لشن 6 حروب ضدنا، لكن ماذا كانت النتيجة؟ كانت هدف تلك الحروب القضاء علينا، فأصبحت لكن لم يحققوا هدفهم. أيضا قاموا بعدوان الآن 9 سنوات ولكن لم يحققوا هدفهم، بالعكس هم في البداية دخلوا شنوا الحرب على اليمن من أجل القضاء علينا وإنهاء قوتنا الصاروخية وقوات اليمن المسلحة، لكن اليوم اليمن أصبحت دولة مصنعة للصواريخ والطائرات، ونذكرهم أنه لو لم يكن العدوان على اليمن لما استطاع اليمن أن يلعب هذا الدور في مواجهة الكيان الصهيوني وأمريكا. الآن اليمن يلعب دور خارجي. صحيح. ولذلك نذكرهم بأن وإذا ما ارتكبوا حماقة وشنوا عدوان على اليمن فاليمن سيخرج أقوى ولن يحققوا أهدافهم، بل على العكس من ذلك تماما. نعم. سؤال اسمح لي أستاذي أن أطرحه عليك من خارج الأسئلة المعدة. يتساءل الشارع العربي و الشارع العالمي بشكل عام في وسائل التواصل الاجتماعي، اليمن التي لم تكن لتذكر سابقا حتى في نشرات الأخبار، اليمن المعروف ضمن دول ما يسمى بالعالم الثالث، كيف تحولت اليوم إلى هذا الدور المحوري الهام وتلعب كما ذكرتم وكما أسلفت الذكر بشكل الآن دولي؟ من أين استمد اليمني هذه العزة وهذه القوة؟ كيف أصبح اليمن اليوم هو محور اهتمام الشعوب العربية والعالمية؟ صحيح، ربما اليمن كان غائبا عن وسائل الإعلام وليس حاضرا في بال الكثير من الناس، ولكنه في مراكز صناعة القرار خصوصا الأمريكي والإسرائيلي كان حاضرا، وهم كانوا يدركون خطورة دور اليمن المستقبلي، لذلك هم عملوا منذ فترة طويلة على تدمير اليمن من خلال مثلا الانقلاب على إبراهيم الحمدي وتكليف علي عبد الله صالح الذي كان هو عميل لجهاز الموساد الإسرائيلي الذي عمل على تدمير اليمن. لكن مثلا عندما نتابع مثلا تصريحات بعض الخبراء العرب، مثلا محمد حسنين هيكل عندما سئل في بداية العدوان على اليمن عن نتائج هذا العدوان، قال قولته المشهورة بأن اليمن هو عبارة عن بركان نائم، وإذا ما أيقظ هذا البركان فسيجتاح المنطقة، وهذا ما حصل. صحيح. عندما كنت في لبنان التقيت بالكاتب المعروف معن بشورة، وكان أي يمني يصل من اليمن دائما ما يسألونه عن صمود الشعب اليمني، فعندما بدأت أحدثه قال لي محمد لا تكلمني عن صمود الشعب اليمني لأن كنت أعرف أن الشعب اليمني سيحقق هذا الصمود. أنا طبعا استغربت وقلت له كيف؟ قال أنا بالمناسبة زرت اليمن أكثر من مرة واحتكيت بالشعب اليمني، فوجدت أن في الشعب اليمني أصالة وطيبة ليست موجودة في بقية الشعوب، فأدركت حينها أنه سيكون لهذا الشعب دور مستقبلي ليس على مستوى المنطقة وإنما على مستوى العالم. أيضا نحن عندما نراجع النصوص القرآنية والنبوية نجد أنها تحدثت عن الدور البارز لليمن. صحيح. حتى أن الآيات في سورة الإسراء التي تحدث عن المواجهة بيننا وبين الكيان الصهيوني قد أكدت على دور اليمن، وقضينا في الكتاب إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. أولي بأس شديد هذا جاءت في
موضوع حق آخر. اليمنيين نعم، صحيح. والقرآن يفسر بالقرآن وهذا أقوى التفسير. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، أي أن هذا الوعد قد تحقق، وبالفعل تحقق في زمن بني قريظة وبني قينقاع وأيضا يهود خيبر، حيث تم القضاء على فتنة اليهود في أكثر من موقع بحد السيف اليماني وبقيادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو بقيادة الإمام علي عليه السلام. أيضا مدى هذا الارتباط، أن عندما يتحرك الشعب اليمني تحت ولاية الله ورسوله والذين آمنوا اللي هم من آل البيت، فإن الانتصار إيش سيتحقق. ثم رددنا لكم الكرة عليه وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. يلاحظ الشيء، يعني اليهود استطاعوا أن يحشدوا علينا العالم كله بالعدوان على اليمن، وعندما كنا نرد كانوا يتهموننا بالإرهاب ويدينون هذا العمل. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، ما إن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة المرة الثانية ليسوءوا وجوهكم ولا يدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إذن في ثلاث مراحل، المرحلة الأولى ليسوءوا وجوهكم، هذا مرحلة احنا نشاهدها اليوم عندما مثلا يسأل أحد قيادات الكيان سواء نتنياهو أو غيره عن الضربات اليمنية وعرض عليها، ماذا نلاحظ؟ استياء، صحيح، وارتباك. وكذلك الأمريكي، ولا يدخلوا المسجد، هذا المرحلة الجاية، وليتبروا ما علوا تتبيرا، هذا يعني دمار المادي وأيضا المعنوي بالقضاء على كل فتنهم. فإذا أيضا هناك نصوص كثيرة سواء النبوية، أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم بارك في شامنا ويمننا ويمننا. نعم. قالوا ونجدنا يا رسول الله، قال منها تخرج الزلازل والفتن من حيث يطلع قرن الشيطان. واليوم هناك الآن تحالف ما بين الشام واليمن في مواجهة هذا الكيان وهذا العدو، بينما هناك تآمر من طرف السعودي والإماراتي. إذن الدور اليمني هو دور الآن أصبح بارز، ومن كان لهم ومن كانوا على اطلاع بهذه النصوص أو لهم فهم في الأحداث كانوا يدركون أهمية الدور اليمني القادم. نعم سيد العزيز، هل برأيك الحصار الإسرائيلي الذي تفرضونه اليوم في البحر الأحمر مقابل هذا الصمود والجلد اليمني أمام كل التهديدات والتحركات الدولية تجاهه وعلى رأسها التحركات الأمريكية، ترون أنه على أرض الواقع الحصار حقق نتائج سعيتم لها وخططتم لها منذ تنفيذ أول عملياتكم في البحر الأحمر وفرضه على أرض الواقع؟ نعم بالتأكيد، نلاحظ أنه منذ بداية العدوان على غزة وجرائم الإبادة الجماعية تحركت أمريكا وبريطانيا وفرنسا بأساطيلها من أجل حماية الكيان وإيصال رسالة بتحذير كل الدول من أي تدخل. نعم. لإعطاء المجال لهذا الكيان لارتكاب كل جرائمه بأريحية، وبالتالي الآن أي تحرك ضد هذا الكيان هو يشكل ضغط أنك لا توجد له بيئة مناسبة للقيام مثل هذه الجرائم، فبالتأكيد أن لها تأثير ليس فقط العمليات العسكرية لليمن، وأيضا إنما العمليات العسكرية لحزب الله التي كان لها دور تشتيت قوة العدو، حيث اضطر للاحتفاظ بقوات كبيرة على حدوده مع لبنان، أيضا تحرك المقاومة العراقية، وهذه الآن المقاومة العراقية تتوسع في ضرباتها سواء في ضرب الأمريكي أو في توجيه ضربات إلى عمق الكيان، والآن هناك أيضا ضربات أخرى تم الإعلان عنها، استهداف منشآت الغاز التابعة للكيان الصهيوني. إذن هذه التحركات هي تشكل ضغط، إرباك، تشتيت قوى، أيضا خوف من أن إذا تمادي في ارتكاب الجرائم هناك من يحاسب عليها، لكن لو لم تتخذ هذه الخطوات كان ربما ارتكب جرائم أكبر. نعم، هل يأتي قرار حصار إسرائيل في البحر الأحمر من قبلكم ضمن دور اليمن في محور المقاومة، وهل تم ذلك بالتنسيق معهم ومع عملياتهم الأخيرة التي بالمنطق وأيضا من المفترض أن تؤول جميعها لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة؟ هكذا يتساءل مراقبون في الشأن العربي وخصوصا في شأن دول محور المقاومة.
نعم بالتأكيد هناك تنسيق كامل بين دول وحركات محور المقاومة، ولكن في المقابل قرار كل طرف وكل دولة وكل مكون بيده، وبالتالي هو الذي يقرر حجم المشاركة. وبالتأكيد أنه إذا ما استمر العدوان الإسرائيلي على غزة، وأيضا سعت أمريكا لاستهداف اليمن أو أي دولة من دول محور المقاومة، فإن هذا سيؤدي لتوسيع رقعة الصراع، وهذا بالتأكيد لن يكون في صالح أمريكا ولا إسرائيل، لأن انخراط دول عربية وإسلامية بشكل مباشر في هذه الحرب سيكون له آثار مستقبلية. وعلى الأمريكي وكذلك الإسرائيلي أن يدرك هذه الحقيقة، لأن هناك حالة غضب كبيرة في أوساط العالم الإسلامي وحتى في غير العالم الإسلامي، وسيتعاطفون مع أي قوة تواجه هذا الكيان وتسعى لوقف جرائم الإبادة الجماعية. أضف إلى ذلك أن الاستمرار في ارتكاب هذه الجرائم في النهاية تؤدي إلى إحداث تحولات كبيرة في دول المنطقة لن تكون قطعا في صالح أمريكا، خصوصا وأن الادعاءات الأمريكية التي تم الترويج لها سابقا وتسببت في إثارة الفتنة بين المسلمين ودفعت البعض إلى أحضان أمريكا، هذه الدعايات التي كان يتم الترويج لها الآن قد سقطت، وربما كان أكثر تلك الدعايات تأثيرا هي إثارة الفتنة بين السنة والشيعة بافتراض أن هذا صحيح. ضد هذا، لكن مع هذه الحرب ثبت أن هذه ليس لها أي قيمة، الخلافات على تلاشت المستوى المذهبي على الواقع. وتلاشت، وهذا يعتبر انتصار كبير حققناه كمسلمين، وهناك أهداف كثيرة وانتصارات كثيرة ستتحقق إذا استمر العدوان الأمريكي والإسرائيلي. نعم واضح. ماذا تردون أستاذ محمد على بعض الجهات المدفوعة محليا من الداخل اليمني من قبل الإمارات والتي هرولت لتأييد التحالف الدولي كما شاهدنا عليكم، وأعلنت في ذات الوقت استعدادها المشاركة فيه رغم أنها على النقيض تماما تزعم دعمها لفلسطين وغزة؟ نعم، وحتى أن مثلا طارق عفاش قد قام بارتداء الكوفية الفلسطينية أو الشال الفلسطيني، صحيح، وهو يستعرض قواته استعدادا للمشاركة إلى جانب التحالف الأمريكي الإسرائيلي لحماية أساطيلهم وحماية سفنهم. أيضا تصريحات عيدروس الزبيدي كانت أكثر وضوحا وأكثر صراحة، حيث أعلن وقوفه إلى جانب التحالف الأمريكي، وطبعا الحاضرين لم يتفاعلوا مع هذا الطرح وقد صدموا، لذلك قال لهم لا تستحوش، نقولوا انكم الى جانب هذا التحالف الامريكي ولا تستحوا، قولوها بصراحه. وبالتالي هذا لم يضعف تلك المكونات فقط، وانما في النهايه هو اضعف امريكا واسرائيل، لانه للاسف الشديد مثل هذه المكونات أو المرتزقات في داخل اليمن الذين كانوا يحاربون تحت عناوين كانت تخدع الكثير من اليمنيين، اليوم تعروا أيضا النظام السعودي وكذلك الإماراتي تعروا أكثر، لأنه نحن نقول أنها ليست مصادفة أن الدول التي كانت رأس حربة في العدوان على اليمن وهي أمريكا وبريطانيا وكذلك السعودية والإمارات هم أيضا رأس حربة في الوقوف إلى جانب الكيان ضد إخواننا في فلسطين. صحيح. فبالتالي الآن أي تورط حتى ولو كان بشكل غير معلن لن يكون من مصلحة هذه الأدوات على مستوى المنطقة وعلى مستوى الداخل اليمني، ولن تكون أيضا في مصلحة أمريكا على المدى المتوسط والبعيد. نعم. الأستاذ محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله وعضو مجلس الشورى اليمني ومحافظ محافظة ضمار، سعدت جدا بالحديث معك في هذا اللقاء
وسعدنا أيضا بتواجدك معنا عبر شاشة قناة الأيام العراقية، كنت ضيفا عزيزا معنا، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. أيضا مشاهدين الكرام، الشكر موصول لكم على حسن وطيب وكرم الاستماع والمشاهدة، وإلى أمل الملتقى في حلقات وتغطيات قادمة من اليمن. تقبلوا مني أنا عبد الولي البخيتي خالص التحايا، دمتم في أمان الله.